جارتي الساعة 2 بالليل لقيتها بتتصل على جوزي الساعة 2 بالليل، بتصوت وبتصرخ ومنهارة وبتقول له أرجوك الحقني، أرجوك انزلي بسرعة، أنا في مصيبة كبيرة. جارتي أرملة جاية المنطقة ما بقالهاش كتير، بقالها سنة ونص من أول ما جت، وإحنا عارفين إن هي أرملة ما عندهاش غير ولد واحد في ثانوية عامة، وأنا جوزي مدرس محترم وبيدي دروس خصوصية، مش ده موضوعنا. جارتي من أول ما جت تصرفاتها غريبة وعجيبة، بس أنا مش من الستات اللي بتركز، أنا مركزتش خالص في ده، كانت كل تصرفاتها فعلا تضايق وتنرفز، بس أنا تقريبا زي ما بيتقالي إن أنا مش في دماغي أو إن أنا باردة، بس أنا مش باردة، أنا واثقة في جوزي. كانت دايما لما تسمعه طالع أو نازل تطلع بحجة إنها بترمي أي حاجة، مرة بترمي باسكت الزبالة، مرة بترمي أي حاجة، أو مرة بتدور على أي حاجة وقعت منها. برضه كل ده ما كانش في دماغي ولا كنت اعرفه، كنت اطلع البلكونه في اي وقت الاقيها واقفه. المهم انها كانت بتبقى لابسه لبس مش هقول ان هو غير محترم، ومش هقول انه لبس خارج، لكن لبس يعني فيه اهتمام بنفسها زياده، شكله باين قد ايه ان هو فخم، واكنها نازله تخرج، اكن واحده بتلفت نظر حد. كل ده انا ما كنتش واخده بالي منه خالص ولا عامله له اي حساب. كلنا طبعا في العماره في جروب واحد على الواتساب، وجوزي هو اللي بيدخل يتكلم معاهم في كل حاجه، انا مش على الجروب لان اي حاجه بتحصل في العماره جوزي هو اللي بيقولها، وجوزي هو اللي بيستشير الناس، وهو اللي بيلم اي حاجه بتحصل. المهم ان انا مش موجوده. هي خدت رقم جوزي من على جروب الواتساب، برده ما كانش هاممني. لما كنت اروح عند والدتي او اغيب في اي مكان، اختي مره مثلا من المرات كان عندها حاله ولاده، وكنت لازم ان انا اروح اقعد معاها. في الفتره دي انا غبت عن البيت 4 ايام، في الاربع ايام جوزي كل شويه يقول لي والله جارتنا اللي تحت دي بنت حلال، ده ما فيش يوم من ساعه ما غبتش غير كل يوم تطلع لي غدا شكل، دي شكلها بتحبك قوي. برضو انا ما كنتش في دماغي، كنت اقول له بجد من نفسها كده، يقول لي والله انا بلاقي حد بيخبط والاقيها جايبه لي صينيه الاكل، اقول له بعد ما بتديك الصينيه بتعمل ايه، يقول لي مفيش، تفضل واقفه شويه وتسال عليكي وتجر اي كلام، وتفضل تقول لي انا ابني مغلبني، وارجوك لو سمحت لو انت ترضى تديله درس، انا بجد نفسي ان هو ياخد درس عند حضرتك، انا سمعت قد ايه ان انت صيتك مسمع. لكن انا كنت بقولها خليه يجي في اي مكان او اي مجموعه من المجاميع اللي انا بدي فيها، لكن كان ردها لا، يا ريت انت اللي تديله الدرس ارجوك عشان يبقى قدام عيني. طبعا انا ساعتها رديت قلت له انت اكيد هترفض لان ده مش طبعك، وانت ما بتحبش تدي درس برايفت لشخص واحد. قال لي اه، ما انا قلت لها لا، عايزه تيجي المجموعه هي وابنها اهلا وسهلا، ابنها يجي ينضم لاي مجموعه، غير كده انا مش هدي له درس. وكانت تسيب الاكل وتنزل. قلت والله ست طيبه كتر خيرها، وكل اللي عملته ده ما كانش بيلفت نظري. لحد ما في مره جاره ليا بقالها سنين وعشره عمر، لقيتها بتخبط عليا وبتقول لي انا عايزه دردش معاكي شويه. قلت لها اتفضلي، واحنا قاعدين مع بعض لقيتها بتقول لي انا عايزه اقول لك حاجه، هو انت غلبانه قوي كده ولا على نياتك؟ قلت لها مش فاهمه قصدك ايه. قالت لي بقى خلي بالك من بيتك ومن جوزك، لان انت ما تضمنيش، احنا في ايام صعبه، وبجد لو انت طيبه مش كل الناس زيك. قلت لها ممكن تشرحي لي وتوضحي لي، انا فعلا مش فاهمه. قالت لي بصي يا ستي، انا ماليش في قولنا وقالوا، ولا بحب اتدخل في خصوصيات حد، بس لما الاقي بيت اختي وصاحبتي وجارتي وعشره العمر بيتخرب لازم الفت نظرها. قلت لها تلفتي نظري لايه؟ قالت لي دلوقتي جارتنا الجديده اللي ما بقالهاش فتره غير فتره صغيره، انا بحس كده يعني ان عينيها من جوزك، لانها لما بتقعد معايا ما وراهاش سيره غير سيره جوزك، ده عمل، ده سوى، ده محترم قوي، ده طول بعرض، ده كويس قوي. وعايزه اقول لك حاجه، يعني عفوا عفوا يعني ما تزعليش مني، انا اسفه ان انا بقولها، هي كمان يعني الشقه جنب الشقه، ويمكن انت وزوجك لما بتكونوا يعني مع بعض في اوضه نومكم وبراحتكم هي بتسمع حاجات يعني ما يصحش انها تسمعها. فانا اتخضيت، بصيت قلت لها بتسمع حاجات؟ بتسمع ايه؟ هي للدرجه دي مركزه معانا؟ ردت وقالت لي حاجه زي كده. قلت لها وانت عرفتي الكلام ده ازاي؟ قالت لي احنا كنا قاعدين وهي جت خبطت عليا، ولقيتها بتقول لي انت عارفه جارتنا اللي فوق دي بحسها محظوظه قوي. قلت لها اشمعنى يعني؟ دي غلبانه وشقيانه ويعني بين بيت وبين اهلها وطالع عليها. قالت لا، اصل جوزها محترم جدا، مدرس اه بس شكله جن على الاخر.
هو مش بس كده، بحس ان هو مهنيها ومدلعها. ولقيتها بتتكلم كده انها كانت بتتمنى جوزها اللي الله يرحمه كان يبقى زي جوزك. ساعتها صراحه الكلام خلاني احس ان في حاجه غلط. استغربت ايه الجراءه دي، حتى رديت وقلت لها ربنا يكرمك وتلاقي واحد زيه. ردت من قلبها وقالت يا رب ادعي لي يمكن باب السماء يكون مفتوح. عشان كده انا حبيت انبهك، يمكن ما يكونش قصدها حاجه وانا ظلماها، بس خلي بالك لاني برضه في مواقف كتير اتكررت. الاقيها كتير قوي بتفتح الباب اول ما تسمع رجل جوزك طالع على السلم او هو نازل، بتقف في البلكونه، حاجه غريبه قوي. بيني وبينكم ابتدى كده الفار يلعب في عبي، وحسيت فعلا ان في حاجه ولازم اخد بالي. ولقيت جوزي بعد يومين جاي يقول لي جارتنا اللي تحت مصممه ان انا ادي ابنها الدرس، وقالت لي المبلغ اللي تحطه انا موافقه بيه. طبعا انا وقفت وقلت له نعم، مبلغ ايه؟ هي هتشتريك بالفلوس ولا ايه؟ وانت من امتى بتدي درس لحد برايفت؟ راح رد وقال لي وليه لا؟ ايه المشكله؟ اهو ده هيبقى بعد ما اخلص يوم الطويل اجي اختم مع الولد ساعتين. قلت له ساعتين؟ انت شايف كده؟ قال لي اه انا شايف كده. ولولا ان انا عارفه ان جوزي عنيد ولو قلت له لا هيعاند اكتر. قلت له اللي انت شايفه، كنت فاكره ان لما اعمل كده هيرجع في كلامه او هيقول لا، لكن فعلا من كتر اصرارها لقيته نزل، ولقيته بقى يدي لابنها الدرس، وبقى يرجع من بره يقول لي انا عندي ميعاد درس مع الولد اللي تحت، ويقعد بالساعتين تحت. وانا طول الساعتين باكل في نفسي هتجنن، ايه اللي بيحصل؟ هي قاعده فين دلوقتي؟ بتقول له ايه؟ يا ترى بيتكلموا بيحصل ايه بينهم؟ انا هتجنن بمعنى الكلمه. وطبعا كرامتي مش سامحه لي ان انا انزل، اصل اكيد مش مبرر يعني ان انا هنزل عشان جوزي بيدي درس لابنها. بقيت هتجنن ومش عارفه اعمل ايه، وبقيت اقول امتى بقى اقول له كفايه، خلاص ما تدهمش درس تاني، لو الولد عايز يروح مجموعه خاصه يروح، لكن انت ما تعملش كده. ما بقتش عارفه اجيبها ازاي. وعدى كل المواقف دي لحد ما كان في يوم الساعه 2 بالليل، واليوم ده انا مفروض اني كنت رايحه عند امي وهبات، ومفروض اني قايله لجارتي صاحبتي اللي جنبي حبيبتي اني هعمل كده. الله اعلم بقى هما الاتنين اتكلموا مع بعض وعرفت ان انا مش موجوده، الله اعلم. المهم الساعه 2 بالليل لقيت تليفون جوزي بيرن، ساعتها استغربت انا معرفش رقمها، لقيته رد بيقولها ايوه اهلا وسهلا يا ام فلان. ساعتها قلت دي بتكلموا ليه دلوقتي؟ لقيتها بتصرخ وبتصوت وبتقول له ارجوك ارجوك يا استاذ انزل بسرعه، ارجوك انا لوحدي، ابني ميت عند جدته ومفيش حد غيري في الشقه ومرعوبه، ارجوك انزل لي بسرعه. وواحده بتصوت بانهيار. طبعا هي تقريبا فاهمه ان انا مش في البيت، فاهمه ان انا عند امي. قمت لبست الاسدال وقلت له ايه اللي حصل؟ قال لي جارتنا بتصوت وبتقول انها لوحدها وابنها عند جدته. قلت له طيب تعالى ننزل نشوف فيها ايه، لا يكون في حرامي نط عليها ولا حاجه حصلت لها. خدت بعضي وخدت جوزي ونزلنا، واول ما جوزي خبط هي فتحت برضه، مش هقول انها لابسه لبس شفاف ولا لبس مش محترم ولا ملتزم، لكن لابسه لبس ملفت للنظر جدا وضيق جدا. طبعا هي ما كانتش متوقعه ان انا وراها، اول ما شافتني وشها جاب الوان الطيف، ما بقتش مصدقه، ولقيتها اتبرجلت واتلخبطت وما بقتش عارفه تتكلم. قلت لها خير؟ في ايه؟ حد نط عليكي؟ حصل لك حاجه؟ قولي لنا مالك؟ قالت ابدا مفيش، اصل انا سمعت صوت خروشه في المطبخ وتقريبا كده فار وانا بترعب من الفيران. طبعا جوزي ساعتها اتحرج وحس ان في حاجه غلط، وقال لها حد برضه يترعب من الفيران؟ دي انت المفروض مش صغيره يعني، عموما ابقي بكره هاتي مصيده او ابقي حطي اي لقم عليها سم فيران. انا ساعتها بصيت واستغربت، ما بقتش عارفه اعمل ايه، اهزقها اديها كلمتين في عظمها، اقول لها انت ست مش محترمه لما تكلمي جوزي الساعه 2 بالليل؟ انا ما بقتش عارفه ازاي موافقه ان حد ينزل لها الساعه دي وبتقابلنا بالمنظر ده، دي حاطه مكياج كامل. انا بقيت متغاظه، اعمل ايه؟ اهزقها وانا في بيتها؟ ما ممكن تطردني، ممكن تقول لي اي كلمه ما بتعجبنيش، وانا ما احبش حد ان يهزقني ولا يقل مني. خدت بعضي وخدت جوزي وطلعنا، وموقف جوزي كان عادي جدا، عمال يهزر ويستظرف ويقول لها فلان حد يخاف من الفلان؟ امال لو عندك تعبان كنت عملت ايه؟ انا بجد ما عجبنيش طريقته، كنت فاكره ان هو هيقول لها حد يصحح حد في الوقت ده عشان حته فار؟ عيب يا مدام ما يصحش. لكن ما عملش حاجه، ابتديت اقلق اكتر واكتر. وساعتها قررت ان اقول له مش هتدي ابنها درس خصوصي تاني ومش هتنزل عندها تاني،
اول ما طلعنا قلت له انت شايف ان الست دي تصرفاتها طبيعيه من قبل ما تدي ابنها الدرس وهي جايبه رقمك من على جروب الواتساب، وانا عرفت كده كويس. ومش بس كده، ده انا جارتي حبيبتي عشره عمري قالت لي انها بتتصنت علينا وبتسمعنا وانها بتتلكك لما تشوفك طالع او نازل، ده غير موضوع الاكل اللي استغلت لما عرفت اني رحت لامي وكل يوم تجيب لك اكل شكل. ولعلمك بقى هي النهارده كانت فاكراني مش في البيت، لان انا قلت لجارتي ان انا رايحه عند امي وهبات، فاكيد هي الفت الموقف ده عشان حضرتك تنزل لها. لكن جوزي عشان مربي فاضل قال لي ايه اللي انت بتقوليه ده، عيب عليكي، وحتى لو نزلت لها هو انت مش واثقه فيا ولا في اخلاقي، انت فاهمه ان انا ممكن اعمل حاجه تغضب ربنا؟ قلت له لا انا مش فاهمه كده وعارفه انك محترم. قال لي وهي كمان ست محترمه؟ قلت له نعم. منين محترمه؟ التصرفات اللي بتعملها ما تدلش ابدا على الاحترام، ازاي بتقول عليها محترمه؟ قال لي ايوه محترمه، انا ما شفتش منها حاجه. مدافعته عنها قلقتني اكتر واكتر، هو بيدافع عنها ليه؟ قلت له خلاص انا مش موافقه انك تدي ابنها درس خصوصي، ولو سمحت لو سمحت انهي المهزله دي. لكن جوزي عنيد وانا عارفه انه عنيد، قال لي مش انت اللي هتمشيني ومش انت اللي هتقرري اعمل ايه وما اعملش ايه، انا هكمل وهدي ابنها درس خصوصي. ما بقتش عارفه اعمل ايه، انا طول عمري ست عاقله وما احبش اخرب بيتي ولا احب الناس تسمع بيا ولا حد يفرح فيا، ومش بقيت تكون واقفه بتتصنت دلوقتي وسامعه كل كلمه دارت وبين جوزي. قعدت افكر، جوزي مش هقف ساكته وجوزي بيتخطف مني. قعدت افكر وقلت ليه ما جوزهاش لاخويا، اخويا مطلق وبيدور على عروسه وهي ارمله، منها اكسب ثواب الستر وابقى لمتهم الاتنين، ومنها تصرف نظر عن جوزي، وانا اخويا ما شاء الله طول بعرض، ولو هي بتتمنى راجل يكون كويس ومحترم فانا اخويا محترم وزي الفل. اه يمكن جوزي ظروفنا الماديه احسن من اخويا، بس هتتجوز والسلام، وكده ابقى ضمنت انها ملهاش علاقه بجوزي. عشان كده انا بعت اقولك دي مشكلتي والتصرف اللي انا هتصرفه صح ولا لا، فعلا اوفق راسين في الحلال واجيبها لاخويا ولا ما ينفعش ان اعمل كده، واصمم على موقفي ان جوزي يبعد عنها ولا اخد جوزي واعزل. قوليلي اعمل ايه؟ دي المشكله اللي جات لي النهارده. طبعا المشكله يعني فعلا مشكله صعبه وغريبه، الجيران بيحصل احيانا منهم مشاكل كتير جدا. رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام وصى على سبع جار، بس مش كل الجيران اللي تتعاشر، في جيران ما بتصومش العشره، في جيران ما بتصومش حرمه البيت، في جار يدخل بيتك يعرف تفاصيل حياتك ويطلع يحكيها ويخليك حياتك على الملأ، في جيران واللي يعوذ بالله ما يتعاشروش بمعنى الكلمه. لكن انا مستغرباكي جدا، ازاي عشان عايزه تحلي مشكلتك او خايفه على جوزك تروحي مقرره ان انت تجوزي اخوكي لست انت بتقولي انها مش مظبوطه؟ بتقابل جوزك بميك اب وبتقابله بتصرفات غريبه في الناس طالعه والنازله بتطلع عشان تتحجج وتكلمه، يعني الموضوع اكيد مش هينفع، اكيد الموضوع مش هينفع عشان تحليه تاذي اخوكي. افرض الست دي مش كويسه اخلاقيا، انت ما شفتيش عليها اي حاجه بس تصرفاتها تبدو انها متحرره، انها جريئه، انها بتحط لما بتحط خطه في دماغها بتعرف تمشي على خطوات وترسمها، فما ينفعش ما ينفعش. يعني ازاي انت عشان تعالجي مشكلتك تاذي اخوكي؟ طب افرض هي ما حبتش اخوكي؟ طب افرض اتجوزت اخوكي ولسه عينيها من جوزك؟ هو انت كده هتبقي حليتي المشكله؟ اكيد المشكله عمرها ما تتحل بكده. فكره برضو ان انت عايزه جوزك ما يديش ابنها درس خصوصي، اكيد انت عندك حق، بس الموضوع مش هيجي بالعند، ممكن تتكلمي بالادب مع جوزك وتقولي له بص انت ابتدى الناس تتكلم عليك، جارتنا دي ابتدت تقول لي هو جوزك بيدي ابنها ليه، جوزك هو عارف انها بترسم عليه، هي ست جريئه ومتحرره، رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام قال لي ابعدوا عن مواطن الشبهات، طالما الموضوع ده جاي لك من ورا شقبها ابعد عنه. اتكلمي معاه بالعقل وقولي له الله الغني عن اللي هيجي منها، الله الغني عن فلوسها، احنا مش واقفين على فلوس الدرس بتاع ابنها. اتكلمي معاه بالراحه من غير عند، لكن ان انا احل المشكله بمشكله اكبر واروح اجوز اخويا لواحده انا ما اعرفش اصلها وفصلها وما اعرفش ايه نواياها، وكل اللي باين منها ان مش شكل، يعني كل اللي باين منها ما يدلش على خير ابدا، يدل انها ست متحرره، ست منطلقه، ست بتعرف تتصرف، ست بتقعد تخطط وتدبر. لا اكيد ما ينفعش. طيب كمان انت بتقولي اخويا مطلق، يعني اكيد لما طلق كان عنده مشاكل، فما ينفعش ان احنا لما نيجي عشان نفرحه ونخليه يكون بيت من جديد نجيب له بيت
يبقى فيه مشاكل ويبقى فيه خوف ويبقى فيه قلق، والعلمك ده مش هيريحك، بالعكس انت لو تجمع اي موقف مع جوزك حتى لو هي بقت مرات اخوكي وتجمعوا الاتنين مع بعض هتبقي قلقان على جوزك، وهتبقي عماله تفكري في اللي فات، وهتبقي شايفه ان هي بتفكر فيه وان هي فكرت فيه كتير. طيب نقطه كمان عايزه اتكلم فيها وهو التوازن. يا جماعه مهم جدا جدا ان احنا يبقى علاقتنا طيبه بالجيران، ويبقى علاقتنا طيبه باللي حوالينا، لكن اعملوا حدود ارجوكم، اعملوا حدود بينكم وبين جيرانكم، ما تسيبوش الدنيا مفتوحه. ما ينفعش جارتك تخش بيتك في وجود جوزك، مهمه قوي دي، جارتك ما تخشش بيتك في وجود جوزك، ولا انت تروحي لها في وجود جوزها. خلي في احترام وخصوصيه، خلي حتى الراجل في البيت ياخد راحته، ما يبقاش متكتف عشان انت جايبه له جارتك ولا جايبه له صاحبتك. فارجوكم التزموا بالاتزان في العلاقات. ورسولنا الكريم لما وصى على 7 جار وصى على الجار اللي لو عرفت ان جاري ما عندوش اكل وانا في بيتي اكل فائض اروح اديله، لو عرفت ان جاري في محنه او في ازمه او في مرض اقف جنبه، لكن ما تبقاش الدنيا متطلعه على بعض والاسرار مفتوحه والبيوت مفتوحه من غير حدود.